ميرسي بوكو، مساء الخير عليكم. تغريدة ليلى، لا أنا ولا طاقم البرنامج ممكن ضمنوا لكم 100% شنو فيها، لأن مغردنا هاد ليلى هو وحواله كل مرة تجي فكرة وكل مرة تطبقها بطريقة مختلفة، ولكن اللي نقدروا نضمنوا لكم أن تغريدنا هاد ليلى مختلفة 100% على كل شفتوه في هاد الموسم. تغريدة مليئة بالبساطة والعفوية والضحكة الجميلة ومليئة بالحباب والصحاب. مغردنا هاد ليلى هو الفتى المدلل للكوميديا المغربية عبد الرحمن إيكو. تغريدة مختلفة، هذه هي بدايتها ومازال مالي العديد من المفاجآت اللي غادي نتابعوا معنا في هذه الليلة. إيكو مساء الخير، مرحبا بك مرة أخرى. مساء الخير إيكو. مساء الخير عليك، مرحبا، نورنا مولاي، مرحبا. إلى جاي، إلى جاي سيدنا محمد، الله معك. الله 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 الله، شكرا عليك، بارك الله عليكم، شكرا بزاف لعلي خطيكم، منورنا، مرحبا بك. الله يحفظك ليا لعلي خطيك. اولا بعدا مبروك عليك الزياده. الله يبارك فيك، شكرا. صغاري درناه على قبل الزياده. بارك الله فيك. مدرا ولدتي لا مسي حلفي سوبريميتي. ولدي راه قريب يلعب معاك الكره. اش يلعب معايا الكره؟ على زعما ولدتي عنده 18. لا واش هو اشنو سميتيه؟ بسام. ياك درنا معاك كابتن ماجد باش نولد. لا كنا حتى انت تولد كابتن ماجد. جي ولدي كابتن ماجد، ولدتي انت بسام. انا بسام. دابا انا ولد انا لبنى السريعة. واش عرفني؟ لا عارفك، عاقل عليك. واش حال ضحك هذاك؟ مع مسكين هو كان تيتفرج، المشكلة هو كان تيتفرج كحلو بيض. دابا غيتفرج فيك بالكلاخ. كيخرج لك شوية خرج ضحوكي بحالك. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. والله إلا نهار كبير هذا، وهذه المناسبة باش نباركوا الناس رمضان. أكيد. رمضان كريم على كل متتبعين ديال تغريدة. بارك الله فيكم، منورنا. رمضان كريم ليك. الله يحفظكم ولا لا يحفظكم. منورنا إن شاء الله. تغريدة ليلة تكون تغريدة خفيفة على قلبك وخفيفة على قلب جميع المغاربة اللي غيتابعونا.